ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى عاملة لكم فيديو حلو قوي من مرسى مطروح. لو انتوا اول مرة تروحوا مرسى مطروح، طبعا كلنا واحنا رايحين المصيف بنسأل نفسنا يا ترى بقى هناخد معانا ايه، يا ترى ممكن ايه نلاقيه هناك، يا ترى بقى الاسعار عاملة ايه، يا ترى الاسعار اغلى من المكان اللي احنا موجودين فيه ولا ايه. انا بقى هجاوب لكم على الاسئلة دي كلها، هوديكم بقى مكان فيه كل الحاجات اللي انتم محتاجينها. يعني انتم مش محتاجين تاخدوا معاكم اي حاجه لو انتم رايحين مرسى مطروح، لان الاجابه واحده، في مكان اسمه فتح الله جمله ماركت، ده موجود فيه كل حاجه انتم عايزينها. يعني في مخبز خاص بيه في كل انواع المخبوزات وفي الحلويات، وكمان عندهم بقى كل انواع الجبن والمثلجات، وكمان في حتى المفروشات والملابس، كل حاجه موجوده في فتح الله ماركت، والالبان وكل حاجه انتوا عايزينها، وطبعا المياه المعدنيه وكل حاجه، وباسعار حلوه جدا. فتح الله جمله ماركت ده موجود فين؟ موجود في وسط البلد على الكورنيش بجوار فندق رويال. المكان سهل جدا طبعا ان انتوا توصلوا له، زي ما قلت لكم هو مكان متكامل فيه كل حاجه. يعني احنا مثلا لو رحنا وفي اي حاجه نسينا ناخدها معانا، هنلاقي كل الحاجات هناك، ادوات البحر كلها، النظارات، زي ما قلت لكم كل انواع المأكولات والعيش وكل حاجه موجوده هناك، والالبان وحتى البلاستيكات. ويعني مثلا لو احتاجنا، مثلا في ناس بتحب تاخد بقى المعالق البلاستيك والحاجات دي، كل الحاجات دي انتوا هتلاقوها موجودة هناك، ومفروشات وملابس، كل حاجة. كل الحاجات دي انا هوريها لكم ان شاء الله في المكان. يعني انا صورت كده بعض الحاجات اللي انا عرفت اصورها، بس زي ما قلت لكم حتى لو في حاجات مش هتبان معانا في الفيديو، هو فعلا موجود فيه كل حاجة. اي حاجة تخطر على بالكم هتلاقوها، هو فعلا مش كأنه ماركت، لا ده هو مول موجود فيه كل حاجة انتم محتاجينها، حتى الاجهزة موجودة هناك. بس قبل بقى ما نشوف الفيديو دوت، وكمان اوريكم المشتريات اللي انا اشتريتها من هناك. طبعا برضو انا ما صورتش كل المشتريات، بس في حاجات كده اهوت كنت عايزه اوريها لكم عشان اوريكم الحاجات الحلوه الموجوده هناك. هوريها لكم ان شاء الله. بس قبل ما نروح نشوف الحاجات دي كلها بقى، ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب لو انتم لسه جداد في القناه. تعالوا بقى نبدا الفيديو وندخل بقى فتح الله ونشوف ايه اللي موجود فيه. خمسين كده ب200 ايه ما في شيء.
جميلة والله يا بلاد. ينفعش بقى مصيف من غير فتح الله في مطروح اللي هو عنده اي حاجة بنحتاجها. جبت بقى من عنده المخبوزات، طبعا معروف فتح الله بمخبوزاته الحلوة جدا. جبت من عنده دوناتس وجبت من عنده هنا دنش، وعلى فكرة ساعات بيبقى عامل عروض برضو على الحاجات باسعار حلوة قوي. وجبت كمان من عنده هنا جاتو مالفيه، هجربهم برضو واقول لكم الاسعار مكتوبة عليها وهفتحها وهوريها لكم، وبعد كده هقول لكم بقى على طعمها. ده شكلهم، طبعا شكلهم جميل جدا، هدوقهم برضو واقول لكم طعمهم ايه. وطبعا بنحب ناكل بقى العيش الفينو، وهم عاملين بقى عيش فينو شكله جميل قوي بصراحه، انا لسه مجربتوش برضو هجربه واقول لكم عليه. في منه الساده وفي منه البسمسم ومكتوب عليه التاريخ والصلاحيه، بس شايفه عليه اقبال كتير جدا، برضو هجربه واقول لكم عليه. بصراحة الفينو طعمه جميل جدا وطازة، وعلى فكرة يعني هو في منه السادة وفي منه بسمسم وفي منه الكايزر، يعني كل أنواع العيش. أنا بصراحة لما لقيت عليه كده إقبال والناس بتشتريه فقلت أجربه، ومن ساعة ما جربته بصراحة وأنا بقيت بشتريه طول الفترة اللي أنا موجودة في مطروح. حلو جدا وجميل. اما بالنسبه بقى للملفيه بصراحه لا، حاجه عظمه، عاملين حاجه روعه جدا، وعجينه الملفيه نفسها حلوه قوي، وفي منه انواع كتير. وكمان غير الملفيه بقى في طبعا جاتوهات بقى وتورتات، كل حاجه بصراحه من الحلويات الغربيه هتلاقيها عندهم وباسعار حلوه جدا. وبالنسبه بقى للدانتش والدوناتس والكرواسون بصراحه عندهم حاجات حلوه قوي واشكال كتيره جدا هتلاقوها، سواء من الدانتش او الكرواسون بقى، كل حاجه انتوا عايزينها هتلاقوها هناك. وبصراحه بتبقى طازه ومعموله في ساعتها واسعارها حلوه جدا. وطبعا كلنا بقى على البحر والمصيف بنحب ايه الفريسكا. وانا بلف بقى في فتح الله لقيت عندهم الفريسكا دي زي ما انتم شايفينها كده، في علبه مغلفه بيبقى فيها حوالي 5 رقائق، بس طعمها حلو جدا وتحفه وتاريخها مكتوب عليها، فعجبتني جدا وجبتها. وهو ده بقى كان فيديو النهاردة من فتح الله ماركت. طبعا انا ما صورتلكوش كل حاجة، يعني في حاجات جبتها بقى زي الجبن مثلا والمثلجات بقى والمية المعدنية، وجبت كمان من عندهم توابل حلوة جدا بصراحة، نظيفة جدا وسعرها حلو. وكمان جبت ملايات، الملايات بقى والمفروشات عندهم جميلة جدا وبرضو اسعارها حلوة قوي. وما قدرتش اصور لكم كل الاقسام لان المكان بيبقى زحمة جدا. اتمنى يكون الفيديو النهاردة عجبكم، ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب لو انتم لسه جداد في القناة. ولو اول مرة تيجوا مطروح او رايحين مطروح ما تنسوش تروحوا فتح الله ماركت، لانكم هتلاقوا فيه كل حاجة انتم محتاجينها. وكل سنة وانتم طيبين وصيف سعيد عليكم ان شاء الله.